ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقب وما أدراك ما العقب فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمعروف
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وأفلح من يصلي على محمد وآل الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الجسد التريب، السلام على الصفط السليب، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من بكته السماء دما، السلام على من كسرت أضلاعه بحوافر الخيول، السلام على من رفع رأسه على أعلى القنا، السلام على من سبيت نساءه واقتيد أهله من بلد إلى بلد. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. بعد الكلمة العليا لله عز وجل المتمثلة في الآيات الكريمة، نبدأ هذه الفعالية الخاصة بمناسبة ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، والتي ترعاها الجمعية الحسينية بالتنسيق مع لجنة صدى المسجد التي عملت جاهدة على إيصال الحدث الكربلائي. وفق اجتهادها الذي نثمنه ونشجع على المزيد من هذه الفعاليات الهادفة، إخواني الأعزاء، من منطلق هذا المكان سنعيش سويا مع الفقرات التالية: كلمة للسيد هاني المعلم، وقراءة حسينية بصوت الناشئ الحسيني السيد هادي الغريفي، وآخر الفقرات مسرحية بعنوان كل أرض كربلاء. نحمد الله أن جعلنا من عشاق الحسين، وجعلنا أمة تحب الحسين عليه السلام، ونبذل النفيس في سبيل إحياء الشعائر المقدسة التي أصبحت إحدى مقومات النهضة الإسلامية نحو التغيير والإصلاح، ذات الإصلاح الذي خرج من أجله الإمام الحسين عليه السلام. وقوله الشاهد البين في هذا الأمر: إلا وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نعم، سنلزم أنفسنا بإحياء هذه الشعائر. كل عام لننفذ بعناوينها الكبرى معترك الحياة
ونؤكد عبر المنبر وعبر الموكب وجودنا الممتد من كربلاء الحسين، من كربلاء الثورة والنهضة. أما الآن فمع أولى الفقرات ومع السيد هاني المعلم نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. تعجيل مولانا صاحب العصر، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على النبي الأمي محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أيها الأخوة الكرام، لقد سبقني الأخ العريف في تبيان موضوع الكلمة الذكرى. عندما يكون الحديث عن الذكرى فكأنما يكون الحديث عن المبادئ التي أرادها الإمام الحسين من ثورته الخالدة. هذه الذكرى التي كانت مخلدة من أكثر من 1400 سنة، والتي دفع الإمام الحسين عليه السلام دمه الشريف ودماء أهل بيته وأصحابه ثمنا لكي نعيش اليوم ثمار هذه الذكرى. في يوم 20 من صفر عاد ذلك الركب الحزين إلى تلك الأرض التي عاش معها اللوعة. فتخيلوا أخواني، أنت عندما يكون هنالك ملازمة بينك وبين حدث معين في مكان معين، أي حدث كان، فإنه يكون هنالك ارتباط. عندما يمر هذا اليوم وعندما تمر بهذا المكان يكون هنالك ارتباط بينك وبين هذا الحدث. فتخيلوا حدث بهذه الضخامة، حدث بهذا القدر من الفاجعة، حدث لا يمكن أن يصفه قلم شاعر أو كاتب أو حتى قلم مؤرخ، لأنه يوجد بعض الروايات التي تقول أن الذي وصلنا من يوم كربلاء ومن يوم العاشر قليل جدا. يعني هذه الفجائع وهذه الفضائع وهذه المآسي التي تجعلنا نبكي كل يوم عاشوراء ليست إلا قليلا مما جرى في حقيقة مما جرى في ذلك اليوم. الإصلاح في أمة جدي، الشعار الذي
قام من أجله الإمام الحسين، ونستطيع أن نقول أنه شعار الثورة الإصلاح في أمة جدي. لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بالناس بسيرة جدي وأبي. هذه هي أهداف الإمام الحسين، والتي دفع من أجلها دمه الزاكي ودماء أصحابه وأهل بيته حتى الرضع منهم. نأتي إلى الشعار الذي أتى أو قام من أجله الإمام الحسين، وهو الإصلاح في أمة جده رسول الله. طبعا نحن لا نتكلم عن تلك الأزمنة، زمان يزيد عليه اللعنة وزمان دولة بني أمية ودولة بني العباس، ولكن سوف نتكلم عن زماننا الحاضر. الإمام الحسين أرسلنا قاعدتين لكي يتم الإصلاح، أو خلنا نقول ثلاث قواعد. أول قاعدة الأمر بالمعروف، ثاني قاعدة النهي عن المنكر، ثالث قاعدة التمسك بسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والتمسك بسيرة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا أتينا إلى هذه القواعد الثلاث وأردنا أن نطبقها في هذا الواقع، هل نجد لهذه القواعد من تفعيل؟ للأسف الشديد الموجود في هذه الأيام هو اختلاط مفاهيم. طبعا مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهوم عائم، مفهوم واسع، يندرج عنه تحته كل أمر بخير، ويندرج تحته أيضا كل نهي عن شر. ولكن إذا تلبس الأمران كل واحد بالآخر، إذا تلبس الخير بالشر، وإذا تلبس المعروف أو تلبس المنكر بالمعروف، فماذا سوف تكون النتيجة؟ سيكون هنالك خراب كبير. لماذا؟ أنتم ترون في هذه الأيام العالم كله يضج من قوم يسمونهم الإرهابيون. كل هذا لماذا؟ يعني أنتم ترون هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات التي يسمونها جهادية، يتلبسون بلباس الإسلام ويرفعون شعار الإسلام، لا إله إلا الله ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام رسول الله. إذن فمفهوم الأمر بالمعروف ومفهوم النهي عن المنكر مفهومان عائمان واسعان، وقلنا للأسف أنه الموجود حاليا هو تلبس المنكر بالمعروف وتلبس الشر بالخير، وترك نهائي جدا أدى إلى تخلف المجتمع وتخلف الأمة، سببه ترك سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة عليهم السلام. عندما نقول أن هذه شعيرة ويجب أن نحيي شعائر الله، عندما نتمثل قول الإمام الصادق أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، يجب علينا أن نحيي أمرهم بالطريقة التي يريدونها هم، ليست بالطريقة التي نريدها نحن. وما هي طريقتهم؟ طريقتهم هو إبعاد كل شيء فيه هوى للنفس وفيه راحة للنفس إلا عبادة الله، عبادة الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى مصاديق
للأسف الشديد تجرح القلب. مصاديق يهن لها عضد القوي عندما تسمع، طبعا قد يكون أكثركم سمع بمقولة الإمام الخميني رضوان الله عليه أن الذين يقفون أو يتلبسون بلباس الروحانيين أي بلباس الملتزمين ويعملون في مجتمعاتهم باسم الالتزام وباسم الروحانية وباسم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، ثم يخونون الله سبحانه وتعالى ويخونون الإسلام من وراء الكواليس، طبعا هذا تعبير ولكن هو المفهوم، من وراء الكواليس يعتبرون قطاع طريق يقطعون الطريق على الناس. نحن إذا لاحظنا ما هي شرائط أو مظاهر قطاع الطريق، مظاهر قطاع الطريق أنهم يخرجون خلسة، مظاهرهم أنهم دائما يباغتون، مظاهرهم الخيانة. فللأسف الشديد عندما ترى بعض الناس يتلبسون بلباس الالتزام ويجعلونه طريقا لنيل مآربهم ويظهرون به لأنه لباس مشرف إلى الناس وإلى العوام ويخدعون بذلك الناس ويخدعون بذلك أنفسهم ويخدعون بذلك الله. هذا أو هؤلاء الزمرة هم ممن ينطبق عليهم من تلبسوا بالمنكر، تلبسوا استغفر الله، هم منكر وتلبسوا بالمعروف. ما دخل ذلك بقضية الإمام الحسين؟ دخله أو ارتباطه ارتباط وثيق، لأن الإمام الحسين أراد معروفا حقا، أراد معروفا خالصا، ونهى عن منكر خالص. عندما أطلق تلك الكلمة يزيد عليه اللعنة شارب الخمور، ملاعب القرود، راكب الفجور ومثلي لا يبايع مثله، لماذا مثلك لا يبايع مثل هذا الإنسان؟ لا يبايعه لأنني أي الإمام الحسين يمثل المعروف الخالص ويزيد يمثل المنكر الخالص. والإمام الحسين إن إذا قال أريد أن أأمر بالمعروف لأنه يمثل عدالة السماء، ويريد أن ينهى عن المنكر لأنه يريد لا يريد للأمة أن تسير في طريق يخطه المنكر. يأتي السؤال، هل نحن في مستوى الدعاء إلى المعروف الخالص والنهي عن المنكر الخالص؟ نحن نرفع وللأسف الشديد شعارات ونرفع كلمات لا نستطيع أن نوفي حقها،
طبعا هذه ليست منادات للتحبيط وللتثبيط، وإنما منادات إلى الدفع. هذا انتقاد بناء. نحن نريد من الجميع أن يكونون حسينيين بحق، نريد من الجميع أن يكونون حسينيين كما كان أصحاب الحسين، حبيب وزهير وبرير وعابس، وهؤلاء كل هؤلاء كانوا حسينيين بمعنى الكلمة. بعضهم شده إلى الإمام الحسين الفكر، بعضهم شده إلى الإمام الحسين العقل، بعضهم شده إلى الإمام الحسين الحب. وكلكم تعرفون قضية عابس، هذا الرجل الكبير عندما أراد أن يبارز القوم خرج وخلع علامة حرب، فناداه بعض أصحاب الإمام الحسين وقالوا له: أجننت يا عابس؟ فأشار على الإمام الحسين وقال: حب هذا أجنني. دفعه الحب للإمام الحسين، لا أجد في مجتمعاتنا من لا يحب الإمام الحسين بلا شك ولا ريب، ولكني أجد بكثرة من لا يتبعون الإمام الحسين. في كربلاء كانت هنالك أو كان هنالك معسكران، معسكر عمر بن زياد بقيادة عمر بن سعد عليه اللعنة، ومعسكر بقيادة الإمام الحسين عليه السلام. عندما تطل كل عاشوراء للحسين، وعندما تطل كل ذكرى للحسين، اسأل نفسك في أي معسكر أنا، في أي معسكر تريد أن تكون. وقد بينت التجربة أن معسكر الإمام الحسين هو المعسكر الذي خلد اسمه بأحسن الخلود، وبينت التجربة أن معسكر ابن زياد وعمر بن سعد وهؤلاء خلدوا، ولكن باللعن والتجريح والسباب. فلنكن أيها الأخوة حسينيين بمعنى الكلمة. هذه الذكرى التي تحيا، ونحن نشجع دائما على أحياء وتجديد أساليب أحياء الذكرى، وهذا الأسلوب أسلوب التمثيلي، أسلوب جدا راقي، نشجعه بكل معنى الكلمة، ولكن يجب أن يكون خارجا من صميم حبنا للإمام الحسين وإيماننا بشعاراته، وخصوصا الشعار الذي خرج من أجله، وهو: إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعذروني على هذا الانتقاد، ولكن هذا مما يعصر القلب في حقيقة الأمر. والحمد لله رب العالمين، وأفلح من يصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشكر
نشكر السيد الفاضل على هذه الكلمة الذي أكد فيها على حقيقة الإصلاح. أتدري لماذا نبكي على الحسين؟ ولماذا استمر هذا الحدث بقوة وقعه في عالمنا هذا؟ يحرك المشاعر الإنسانية، لأن الحسين عليه السلام هو نفس رسول الله، والقائل فيه صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. ولأن الحسين هو ابن فاطمة الزهراء عليها السلام، وابن علي المرتضى، وخامس أصحاب الكساء، وأمام هذا المعطى المقدس كيف لا نبكي على الحسين ولا نلطم صدرا وقد ابيضت عينا يعقوب عليه السلام حزنا إثر افتقاده يوسف وهو يعلم بوجوده في عالمه؟ فكيف لا نبكي على الحسين ونعلم أنه قد ذبح ظلما ضاميا غريبا؟ أما الآن فمع الصوت الناشئ الحسيني والقارئ الذي برز بخطبه في حب الإمام الحسين، مع السيد هادي الغريفي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم. أمين يا من لجأ والتجأ فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
فتجلببت أقمارها بشجوني هل قامت الأخرى فأظلم نورها ودهي الزمان وأهله بمنوني أم غاب عنها بدرها لما مضى شمس الهدى من معشر صيد بهم رب العلا قد قال للأشياء طرا كوني لله يوم زلزل السبع الطباع فأعولت برنيني حطمت قناة الشرع حزنا بعده وبكت بقاء عين الدين يوم به يضحى الرضا متجرعا ثم بكأس عداوة وضغوط يوم به أشجى البتولة خائنون يدعى بعكس الأغام بالمأمون جعلوا يخفى على علام كل لمصوني أو ما دروا أن الخلائق طوعه من عالم التكوين والتدوين فرقيت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيبة حوت لابة وبرض الطف الأولاد وبرض الغر منهم سامرة وبغداد وما الرضا يا دهر وديت إلى هنا مدرش جنيت حتى رماكم بالبلا ويدي تشتيت وشلك عليهم يا دهر حتى الثور
ولا بلد إلا وفيهم رموز منهم جماعة بكربلا نبنى بلاروس وعظم مصيبة مصيبة المذبوح وعظم مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محياك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي بضعة في خراسان من زاره وهو عارفا بقدره ضمن له من الله الجنة لقد عاصر الإمام الرضا عليه السلام داهية من دواهي الدهر ألا وهي المأمون فكان المأمون ذكيا منذ صغر سنه وكان يجالس العلماء منذ صغر سنه وأراد أن يكون له اسما ناصعا في صفحات التاريخ البيضاء ولقد استفاد من وحشية أبيه الرشيد واستغل ذكاءه في عداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن هارون الرشيد قطع على الإمام موسى صلاته وشتم ووبخ وزج به من سجن إلى سجن حتى مات الإمام ولكن المأمون أرسل إلى الإمام يقول له اشتقنا لك لا تزورنا فخرج الإمام الرضا لاستقباله وخرج المأمون مع وزرائه وأعيانه لاستقبال الإمام الرضا استقبالا يليق بالأمراء والملوك. لما وصل الإمام أجلسه المأمون أخذ يفديه بروحه التي بين جنبيه وبوالديه وأمره أن يصبح خليفة فقال الإمام لا أريد أن أصبح خليفة فقال له إن لم تقبل أن تصبح فسأضرب عنقك. قال الإمام إنا لله وإنا إليه راجعون إن كان ولا بد فاجعلني ولي عهد. فقال له المأمون لما قبلت أن تكون ولي عهد ولم تقبل الخلافة مع أن ولي العهد سيكون يوما من الأيام خليفة. قال له الإمام لأني أعلم أنه يعاجلني الموت قبلك. وتظاهر المأمون بالتشيع وزوجه ابنته أم حبيبة وصار الدينار كتب عليه ضرب هذا الدينار باسم علي الرضا أراد المأمون أن يقتل الإمام فأمر عبده غلاما من غلمانه أن يغرس يده في السم وعندما يأتي الإمام يفت له الرمان والعنب بيده ويقدمه له. وهناك روايات أخرى تقول أنه أمر الغلام
أن يأخذ الإبر ويضعها في السم ويغرسها في الرمان وعنقود العنب. وعندما يأتي الإمام يعطيه هذه الرمان المسمومة وعنقود العنب المسموم. لقد أرسل المأمور رسوله إلى الإمام يستبطئه، فقال له الإمام: اذهب وأنا على أثرك. قال الإمام لأبو الصلت، أمره أن يأتي معه، وقال له: إذا رأيتني مكشوف الرأس فكلمني، وإذا رأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني، واعلم بأني مجهول في نفسي وقد سقيت السم. يقول أبو الصلت: بينما أنا كذلك وإذا بالباب قد فتحت، وإذا بي أرى الإمام الرضا قد خرج من دار المأمون وهو مغطى الرأس وعباءته على رأسه، ذهب إلى داره، لحقته إلى داره، أمرني أن أغلق الشبابيك والأبواب وأن أغلق وأن أحكم إغلاقها. أغلق أبو الصلت الشبابيك والأبواب، وبينما هو كذلك وهو يرى غلاما سباعيا أشعثا على ملامح وجهه أثر التعب، فقال له: أنا دخلت وأنا أغلقت الأبواب والشبابيك. فقال له: يا أبا الصلت، أنا إمامك الجواد، جئت لكي أرى أبي الرضا، فانحنيت على وقبلت يده وقلت له: إن أباك قد سقي السم. ذهب إلى أبيه وكان الإمام مغشا عليه، أفاق الرضا من غشوته، رأى الإمام الجواد عنده، ضمه إلى صدره. يقول أبو الصلت: لقد رأيت الإمام الرضا أخرج شيئا من فمه كالعصفور ألقمه الجواد، وأوصاه بما أوصاه آباءه، وسلمه مواريث الأنبياء والمرسلين. ولما أتم وصيته وإذا به قد عرق جبينه وخفي أنينه وسكن عرنينه أهل العزاء، وإذا به قد مد رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وقرأ سورة ياسين وأطبق فاه، وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وسيدا، ألا من مناد وإماما، ما جت خراسان بأهلها واسودت السماء ورجفت الأرض. آه وسيدا وإماما، في والرضا ما تروح فيه.
تقبل عزانا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا جماعتي الحاضرين فردا فردا. اللهم احفظهم لما تحب وترضى، المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل عملهم بأحسن قبولك، وإلى أرواحهم وموتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. بارك الله فيك من ناشئ حسيني، وأطال الله عمرك، ودعاؤنا لك بالتوفيق في سبيل إحياء شعائر الحسين عليه السلام. إخواني الأعزاء، أنتم على موعد يوم غد ليلا مع إحياء ذكرى استشهاد علي بن موسى الرضا عليه السلام. سيخرج الموكب بإذن الله تعالى الساعة 10:45. لم تعد ثورة كربلاء تقتصر على ذات المكان الحاضن الواقعة، وإنما امتد ليشمل كل بقعة في العالم المضطهد والمجتمع المحروم. ولم تعد عاشوراء مقتصرة على الوقت الذي قتل فيه سبط رسول الله، وإنما امتد هذا اليوم العظيم ليشمل كافة أيام النضال والتحرير. فالحسين يتجلى في فلسطين السليبة، والحسين يتجلى في العراق الجريح. أما الآن فمع المسرحية، ولا بد من تعريف أو بطاقة تعريفية إلى هذه المسرحية. فرقة الشهيد عيسى قنبر تقدم.
كل أرض كربلاء. تأليف فتحية ناصر. الممثلون حسب الظهور الطفل العراقي محمد البربوري، المقاوم الفلسطيني محمد إبراهيم حسين، الأسير البحريني صادق جعفر، الصحفي اللبناني حسين عبد الوهاب، العالم المبعد حسين عبد النبي، الديكور يوسف السعاد، إضاءة محمد ربيع، إدارة الصوت عبد الرحيم مرهون، إنتاج الجمعية الحسينية، إخراج خليل حبيب عبد الله ومهدي هيات. الفاتحة لروح الشهيد. الرحيل إلى كربلاء والملتقى في كربلاء، خمسة كانوا على أرض كربلاء وكثير مثلهم، كيف التقوا؟ كيف افترقوا؟ كيف تجمعت بهم الأقدار في كربلاء ثم تفرقهم كل إلى بلد وبلاده نسخة من كربلاء. كل أرض كربلاء، كل أرض كربلاء، وكل يوم عاشوا. يا صغير، يا صغير، أنت عراقي؟ بل كربلائي. إذن فلا بد أنك تعرف أين كربلاء. بلى، إنها هنا في قلبي. وفي قلبي أنا أيضا. أتبحث عن شيء؟ أبحث عن أرض كربلاء، أريد زيارة. هنا، هنا محط رحالهم، هنا وقفت خيولهم، هنا انتزعت بقوة أرواحهم. هنا كربلاء؟ نعم، هنا كربلاء.
السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا الأحرار. آه آه كربلاء، خذينا ما لنا فيها قرار سوى صوت الحسين، وإن الدمع ممنوع علينا، فويل للحزين. ضميني بين حبات ترابك يا كربلاء، اتركني دعني أقبل تربها، امنحني فرصة أعفر فيها وجهي بترابها. هيا يا شاب، هدئ من روعك قليلا، قم اغسل وجهك عن هذا التراب. إن كنت سأغسله فبدماء الشهداء. قم هيا للسلام على أبي الأحرار. السلام عليك يا أبا الأحرار، أنا إن شاء الله ممن رباهم إباه، جيت واستودعك قبل أن أودع الدنيا، لم أرد أن ينقضي عمري دون زيارتك، والحمد لله أن كتبني من زوارك. لا لا، اتركوني فقط أزور الإمام، ثم خذوني حيث أردتم، يكفي، مللت أضواء الكاميرات، سأمت الصحف التي تنشر كل يوم قصتي، والحكم علي، أنا لست بهارب، سأسلم نفسي، سأعود إلى ظلام سجني، ولكن كفو، لا أريد المزيد، كفى. آسف، كنت ألتقط صور الذكرى. لا تدري، ابقى حيث أنت. لا تكون شجاعا يا أخي. السلام على من اتبع الهدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أني في كربلاء، أصحيح هذا؟ بلى، هذه هي كربلاء، تكررت زياراتي إليها بحكم عملي، وما كنت أنساها. ها، آخر مرة جئتها منذ 20 سنة، لما كنت طالبا في حوزة النجف الأشرف. لم تتغير كثيرا. بل لم تتغير أبدا. نحن اليوم كما كان آباؤنا وأجدادنا من قبلنا، بل زدنا هموما على هموم، مآسي فوق مآسي. عراقي أنت يا صغير؟ لست صغيرا، لست صغيرا، أو هل يعيش الصغير غير حياة له بألعابه مع رفاقه الصغار؟ أو هل يترك الصغير يحمل هموم الدنيا على عاتقه؟ ليتني كنت صغيرا ككل الصغار، ليتني عشت حياتي طفلا بريئا بين أب وأم كباقي الأطفال. أليس لك أم وأب؟ إن لسست كل العراق فوجدت فيها طفلا واحدا أو شابا له أم وأب. تعال وأخبرني، بل أخبر الدنيا كلها، أن صدام أبقى لطفل على والديه، فيا لرحمته. أقتل والداك؟ أمام عيني، أمام عيني يا سيد، قتلا وأنا وإخوتي الصغار نرقب مقتلهم، لكن دماؤهم ما جفت، فقد سالت هنا على أرض كربلاء. كثيرا ما التقيت بأمثال هؤلاء الصغار، حتى الملاجئ فاضت منهم، لم يبقى أمامهم سوى التشرد والضياع في بقاع الأرض. وليتهم يتركوننا على الأقل مشردين، إنهم يلاحقوننا حتى لو دفنا أنفسنا تحت الأرض، فإنهم يفتشون عنا، يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يمحوا هوية التشيع من صفحات الوجود.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هكذا الشيعة، وأنتم يا أهل العراق موعودون بهذا الطاغية، فاصطبروا على ذلك. في فلسطين وطني المغتصب علينا الكثير، على الأقل أنتم في وطنكم دون غزاة، أما نحن فإسرائيل ما تزال تقطف ثمارنا، تطأ أرضنا، تحطم مآذننا وترفع نجمتها. كتاب الله، كتاب الله لما دخل المسجد الأقصى مزقوه. من بعيد تلك الفاجعة